يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالرب يسوع الذي أحبنا، يعظم انتصارنا على الخطية، على العالم، على إبليس، يعظم انتصارنا في الدائرة الصحية منتصرين على المرض، في الدائرة النفسية منتصرين على الهم والحزن، في الدائره العائليه منتصرين على الخصام والنكد في دائره العمل منتصرين على الفشل يعظم انتصارنا بالذي احبنا عزيزي المشاهد ببدا معك هذه الحلقه بتامل في جزء من سفر العدد اصحاح اربعتاشر سفر العدد ده رابع سفر في الكتاب المقدس اول خمس اصفار كتبهم موسى الروح القدس الهم موسى بكتابه اول خمس اصفار اللي هم الخروج آه بعد كده اسف خمس اصفار هم التكوين الخروج اللويين العدد اللي احنا نتامل فيه وبعدين سفر التثنية تكوين خروج لوين على التثنية دول بيسموا أصفار موسى الخمسة علشان الروح القدس قالها موسى بكتابته سفر العدد بقى أصحاح 14 بنلاقي يشوع وكالب مع بعض بيقولوا كلام عظيم جدا بيقولوا لكل الناس لا تخافوا ما تخافوش من التحدي اللي قدامنا لا تخافوا من الكنعانيين وبعدين بيقولوا العباره دي لانهم خبزنا قد زال عنهم ظلهم والرب معنا لا تخافوهم لانهم خبزنا يعني ايه هم خبزنا الخبز لا يقاومك حينما تاكل الخبز ما عندوش اي مقاومه يعني ضعيف امامك خبز كلنا نقدر ناكل الخبز فهنا فعاي... هنا عايز يقول عايز يشوع وكالب يقولوا ايه عايزين يقولوا لهم ان الكنعانيين دول ما عندهمش اي قوه اه انتوا شايفينهم اقوياء طوال القامة عندهم أسوار لكل مدينة من مدنهم أسوار عالية بالعين البشرية دول أقوياء جدا لكن بالإيمان دول ضعفاء جدا زي الخبز اللي يتاكل عزيزي المشاهد المشاكل اللي قدامك حتى لو كان عقلك بيقول ان دي مشاكل ضخمه جدا او امراض صعبه جدا انت بالايمان قول لا ده مرض سهل اغلبه دي مشكله سهله آآ آآ مش هتبقى عائق امامي تقول على المشاكل على الامراض على التحديات ان دي خبز حاجه سهله في الانتصار عليها باسم الرب يسوع اي عائق يقف امامنا نراه بعين الايمان انه خبز يؤكل وفي تامل في بعض المفسرين تاملوا فيه انهم خبزنا يعني لما نتعامل معاهم احنا نتغذى ونقوى لانهم خبزنا لان بسبب بسبب مقاومتنا ليهم او بسبب دخولنا معاهم في معركه احنا هنتغذى احنا هنقوى عزيزي المشاهد دي حقيقه انك انت لما تواجه مشاكل وتواجهها بالايمان هتتقوى روحيا عضلاتك عضلاتك الروحيه هتقوى احنا بنقوى بالمواجهات ولو بتحارب ابليس بتواجه ابليس وانت بتواجه ابليس ايه اللي هيحصل؟ هتقوى في كل مواجهه تطلع منها اقوى مما كنت قبل المواجهه ولو عندك مشكله صعبه في شغلك لازم تصدق ان المشكله دي انت اقوى منها بالايمان المشكله دي زي رغيف الخبز ضعيفه امامك ولازم تصدق انك انك في مواجهه هذه المشكله ايمانك بيقوى وحياتك مع الرب بتقوى وان المشاكل هي خبز لتقويتنا باسم الرب يسوع مش هتهزمنا المشاكل باسم الرب يسوع احنا هننتصر على المشاكل لان احنا شايفين المشاكل ضعيفه امامنا شايفينها ضعيفه بالايمان زي الخبز ضعيف امام من ياكله وباسم الرب يسوع المشاكل واحنا بنواجهها هنشبع بالرب وهنقوى جدا وايماننا سيرتفع باسم الرب يسوع يعني وقت المشاكل ده وقت نشبع فيه ووقت نقوى فيه باسم الرب يسوع تعالى بقى معايا الى سفر التكوين اصحاح 35 بنكمل التامل في النهضه اللي عملها يعقوب نتيجه ان الرب دعاه الرب يعقوب طلع بره مشيئه الرب الرب دعاه انه يصحح المسار يعقوب استجاب وعمل نهضه عظيمه في بيته قال يعقوب لبيته يعني كل الناس اللي بيشتغلوا عنده وزوجاته واولاده الكل قال لهم ثلاث حاجات يعملوهم عشان احنا رايحين بيت قيل احنا بنصحح المسار بتاعنا هنعمل ثلاث حاجات اول حاجه اعزلوا الالهه الغريبه اي تماثيل للالهه الوثنيه عندكم لازم تنفصلوا عنها حطوها كده على جنب وهم استجابوا فعلا وجابوا التماثيل اللي عندهم اللي كانت موجوده معاهم عطوها ليعقوب يعقوب دفنها زي ما شفنا في الحلقه اللي فاتت تحت الشجره تحت البطمه القويه شجره البطن القويه دي اول حاجه يبقى اول حاجه تخلص من كل ما له علاقه بالالهه الغريبه يعني تخلص من كل ما له علاقه بالشيطان في بيتك سواء بقى شرايط مسجل عليها حاجات غلط سواء بقى مال مش نقي في بيتك يعني تقول لي يعني ايه مال مش من مش نقي يعني فلوس مش بتاعتك مش حقك خدتها من حد طمعت فيها لازم تتخلص من هذه الاموال ولو في امكانك رجعها لصاحبها يعني رجع الاموال اللي عندك مش بتاعتك لاصحابها لو ده في الامكان لو مش في الامكان تخلص من هذه الاموال باي طريقه وصلي ان الرب يعوض الناس اللي فقدوا هذه الاموال باسم الرب يسوع نتخلص من اي حاجه فيها خطيه في بيتنا يعني جات لك هديه نتيجه علاقه عاطفيه او علاقه جنسيه علاقه عاطفيه غلط تخلص من الهديه دي لانها جايه في ظروف خطيه ما ينفعش ما ينفعش نحتفظ ببيوتنا بحاجات ليها علاقه بالخطيه او ليها علاقه بالشيطان ما ينفعش يبقى في بيوتنا احجبه مثلا او ما ينفعش يبقى في بيوتنا كتب سحر بنتعلم من منها ما ينفعش كل ده لازم نتخلص منه ده معنى التطبيقي للكلمات اعزلوا الالهه الغريبه يعني اي حاجه من هذا النوع نتخلص منها عزيزي المشاهد عندك حاجات في البيت فكر كده مع نفسك عندك حاجات في البيت مرتبطه بالخطيه عندك صور مثلا عندك مجلات عندك شرائط فيديو عندك حاجات مرتبطة بالخطية رجاء تخلص منها فورا ما تأجلش البكرة لأنك لو اجلت البكرة هتضعف أنت دلوقتي خد قوة من الرب و... واتخلص من هذه الحاجات قبل ما تضعف وتبقى مش قادر تتخلص منها وتبقى غالية عليك الحاجة التانية قال لهم ايه تطهروا وقلنا ان التطهير في العهد القديم كان تطهير رمزي كانوا بيطهروا انفسهم بالميه يغسلوا ايديهم يغسلوا رجليهم فده في العهد الجديد ان انا اجي للرب عشان يطهرني زي ما بتقول الايه نطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح يعني سواء خطايا تخص الجسد زي خطايا النجاسه أو خطايا تخص الروح مثلا زي الكبرياء زي الشك الخطايا اللي من هذا النوع سواء ده أو ده أتخلص منه أتطهر منه عمليا ازاي بما يرمز إليه الميه الميه بترمز للروح القدس زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت فانا باكل الرب زي ما الرب غسل رجلين التلاميذ يغسلني بالميه بالروح وبيستخدم الرب الكلمه يعني يستخدم وانت بتسمع كلمه الكلمه دي وانت بتسمع الايات وانت بتقرا في الكتاب المقدس الرب بالروح القدس بالكلمه يشيل من مخك الافكار النجاسه ويشيل من مشاعرك الاحزان او اللي انا الحزن ده حاجه مش كويسه لازم تتخلص منها تتطأر منها يشيل من نفسيتك الهم يشيل من نفسيتك آه اي افكار شك يعني الرب بالكلمه وبالروح القدس بيطهرنا يبقى دي تاني حاجه وقت الطهاره تالت حاجه بقى ابدلوا ثيابكم والثياب بتتكلم عن ايه الشكل يعني مظهرك فالرب مش عايز مظهرنا يبقى مظهر الشخص اللي عايش في الخطية الرب عايز يبقى مظهرنا مظهر الشخص اللي عايش معاه المظهر بتاعنا لازم يختلف يعني عمليا انت تقول ارفض ان مظهري يبقى مظهر الشخص الحزين ليه لان الرب في حياتي والرب بيدي الفرح ازاي الرب بيدي فرح وانا يبقى مظهري الحزن انا برفض هذا المظهر ولو انت مثلا لابسه ثياب سودة علشان مش عارف حد تع... عزيز عليك انتقل من هذه الحياه ما ينفعش تستمري فتره طويله لابسه ثياب سوداء لان ده ما يعبرش وانت مؤمنه ده ما يعبرش عن المؤمن مظهر المؤمن لازم يبقى مظهر فرحان مش مظهر حزين ومش صدفه انك انت بتسمعيني بتكلم عن تبديل الثياب لازم تبدلي ثياب الحزن لازم تتخلصي من الثياب السوداء ليه؟ لأن أنت فرحانة بالرب، ما ينفعش فرحان بالرب جوه في فرح وبره في حزن. أبدل الثياب. لو ثيابي مثلا ثياب مثيرة للجنس الآخر ما ينفعش، لازم الثياب دي تتبدل ليه؟ لأني أنا من جوه بقيت عايش في القداسة. وما ينفعش أبقى عايش في القداسة ومظهري بيتكلم عن حاجة عكس القداسة. تبديل الثياب تبديل المظهر ده شيء مهم جدا ان احنا نرفض ان مظهرنا يبقى مظهر عالمي مثير للاخرين بيحرك غرائزهم نرفض ان مظهرنا يبقى مظهر الحزن نرفض ان مظهرنا يبقى مظهر الشخص الفاشل باسم الرب يسوع شكلنا بيتكلم عن ان الرب بيفرح شكلنا بيتكلم عن ان الرب بيدي شجاعة ميبقاش مظهري مظهر الشخص الخايف والمذلول نبدل باسم الرب يسوع السياد ثلاث حاجات بتخلص من كل ما له علاقة بالشيطان وإبليس بالشيطان والخطية ده اعزله الآلهة الغريبة خد يعقوب التماثيل ودفنها في الارض وتخلص منها اتنين من بنتطهر من, من خلال الكلمه من خلال قعدتنا مع الرب والرب بيستخدم الروح القدس لتطيرنا لما واحنا معرضين نفسنا للكلمه سواء في الخلوه اليوميه او احنا في الاجتماعات الروحيه بنسمع عظات او احنا بنس أو احنا بنتابع برنامج زي برنامج شخصيات كتابيه وانت بتتابع البرنامج الرب بيطهرك من الافكار الغلط اللي عندك بيستخدم هذا البرنامج اللي فيه كلمه الله بس بيستخدمه بايه بقى؟ بالروح القدس ميه الروح تيجي عليك وتنقيك وتالت حاجه تبديل المظهر الخارجي لمظهر يليق بشخص تائب بشخص عرف الرب يعني ما ينفعش المظهر بتاعي في البيت يبقى مظهر بيتي يبقى مليان صور فيها اباحيه واقول انا تائب. لا لازم المظهر بتاعي سواء لبسي سواء بيتي يعبر عن الحياه الجديده اللي انا بعيشها، بيعبر عن ان انا شخص تائب، مظهري لبسي بيتي الزينه اللي انا بتزين بيها كل الحاجات الخارجيه دي لازم تبقى ماشيه مع ان انا انسان او معبره عن ان انا انسان بقيت بخاف الله بقيت بعيش في القداسه بقيت بحب الرب باسم الرب يسوع مظهرنا يتكلم عن الحقيقه اللي فينا طبعا مينفعش بمظهرك حاجه وانت من جوه حاجه تانيه لا ده ده الفريسيين بقى اللي الرب قال عنهم انتوا عاملين زي القبر اللي من بره مش باين انه قبر لانه متون لون ابيض جميل وبعدين هو جوه بقى ايه عظم ميتين وريحه سيئه لا ما ينفعش يبقى المظهر الخارجي بيخبي خطايا او بيخبي حياه مزيفه ما ينفعش لازم المظهر يبقى اللي جوه كويس واللي بره كمان كويس مش اللي جوه كويس واللي بره معسر ما ينفعش لازم الاتنين اللي, اللي جوه واللي بره وعشان كده الرسول بيقول صنا منظرا للناس منظر للناس والملائكه في ايه بيقولها وفي ايه تانية بيقول لك ان احنا لازم نبقى حريصين ان احنا ما نعسرش حد وان مظهرنا يبقى مظهر الشخص المؤمن باسم الرب يسوع اهتم بان حياتك الخارجية تبقى شاهدة للرب لكن ما تبقاش في الريسي وتمثل حياة خارجية كويسة وانت من جوه وحش لا انت من جوه كويس ومن بره كمان باسم الرب يسوع جوه وبره يبقوا كويسين جوه يبقى مليان الرب وبره يبقى معبر ان انا مليان بالرب تلت حاجات عملهم بيت يعقوب عزلوا الالهه تطهروا ابدلوا الثياب بعدين بقى قال لهم ايه يعقوب ولنقم ونصعد الى بيت ايل ثم رحلوا رحلوا دي ايه خمسه في اصحاح 35 خلي بالك بقى وكان خوف الله على المدن التي حولهم يعني هم ماشيين كده ما حدش كان عنده جرأة يعتدي عليهم لما نتنقى لما بنعزل الآلهة ونتطهر الرب بيدينا هيبة يعني النقاوة حياة النقاوة وحياة القداسة حياة الانفصال عن الشر بتدينا هيبة أمام الأعداء العكس لما تبقى عايش في الخطية الناس تشوفك ضعيف والناس تطمع فيك والناس تحاول تستغلك إنما لما تبقى عايش بأمانة مع الرب هتتحقق معاك الآية اللي بتقول أرسل هيبتي أمامك يعني الرب هيحقق الآية دي هيبقى ليك هيبة لما تبقى عايش مع الرب صح وتبقى ضد الخطية وتبقى مش بتسالم الخطية أبدا وضدها على طول لا الرب مش مؤكد مش هيخلي حد يقدر يطمع فيك وآمن إن الآية دي تتحقق معاك شوف رحلوا وطبعا لو أنت كنت معانا في الحلقات اللي فاتت شفنا في أصحاح 34 إن يعقوب كان خايف كان خايف ان الناس اللي ساكنين في المنطقه يهجموا عليه ويموتوه بسبب الحدث اللي عملوه اولاده في مدينه شاكيم كان خايف انما لا نتيجه انه تنقى نتيجه انه شال من بيته الحاجات اللي ليها علاقه بالشيطان نتيجه التطهير ونتيجه انهم بدلوا الثياب علامه على انهم بيبداوا مرحله جديده ومش هيعيشوا زي زمان نتيجة لكده الرب أعطاهم الهيبة كان خوف الله خوف الله يعني ده خوف مش طبيعي ده خوف في وراه معجزة يعني أنت لن تؤمن أن لو في حد في شغلك طم عايز طمعان في أن ياخد مكانك أو ياخد فلوسك طمعان فيك لن تؤمن أنه لا هيخاف يعمل كده خاف يخاف لو واحد عايز يسرقك يخاف لو واحد عايز يأذيك يخاف تؤمن بأن الرب هيضع آآ 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 هيجعل خوفه على هؤلاء الذين يفكرون في إيذائك باسم الرب يسوع باسم الرب يسوع كل الذين يفكرون في ايذائنا يخافون منا فيتراجعون هتقول لي يخاف ازاي؟ ده عنده سلطه وعنده فلوس اقول لك هيخاف غصب عنه هيخاف مني انا؟ اه غصب عنه لان الرب ها هيعمل معاه اللي عمله مع المدن او الناس اللي كانت شايفه يعقوب وبيته ماشيين رايحين بتقيل هيعمل اللي عمله الرب معاهم يقول لك وكان خوف الله على المدن التي حولهم فلم يسعوا وراء وخلي بالك بقى في الحته اللي جايه دي وراء ايه؟ مش وراء يعقوب وراء بني يعقوب يعني هم لو عايزين يقتلوا كان يقتلوا اكيد الاتنين اللي هم عملوا الكارثه بتاعت شكيم الولدين بتوعوت يعقوب شمعون ولاوي لكن بسبب ان يعقوب بسبب يعقوب الولدين دول نجوا والشعوب اللي كان عايز يقتلهم ما قدرش ارتعب بيقول لك فلم يسعوا وراء بني يعقوب يعني نتيجه اللي عمله يعقوب مين اللي اتحمى اولاده حتى اولاده الوحشين نعم لما انت تبقى عايش مع الرب الرب هيحمي اولادك حتى هما وحشين والرب هيحمي ولادك وهما وحشين وهيشتغل معاهم عشان يبقوا كويسين لما رأس البيت بيبقى عايش في مخافة الرب لما تبقى انت كأب عايش في مخافة الرب وحاطط الرب قدامك وبتحب الرب من قلبك وعندك ابن كده بيغلط الرب يحميه من الأذى والرب يتعامل معاه ويغيره علشانك انت هذه ايه رائعه لنا بسبب علاقتنا مع الرب بنجيب بركه لاولادنا عزيزي المشاهد الرب بيحبك جدا ويحميك من كل اعدائك الى اللقاء في الحلقه القادمه الرب معك إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الأسد في الخارج هديه مجانيه من خدمه انهار الحياه عند تلقي مراسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تاجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بايه استفسارات او طلبات خاصه نصلي معكم من اجلها راسلونا على البريد الالكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليوبوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012 2 577 88 واخيرا ندعوكم لمتابعه ما يقدمه موقع خدمه انهار الحياه الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الرب معكم والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج شخصيات كتابيه.